بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده ونعرف مع بعض السعر النهائي للدولار مقابل الجنيه المصري النهارده الثلاث 22 اغسطس 2023. تابع معايا، والسعر اللي هقوله لك ده هو السعر النهائي. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر 30 جنيه 91 قرش. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة.